السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم عماد أبو صقر. اليوم قررنا أن نيجي بدراجتنا الخاصة على مدينة لا يوجد فيها أحياء. هذه المدينة مدينة القبور، المقبرة التي مصير البشر فيها. هنا في هذا المكان كما تشاهدون قبور ضخمة، يعني كميات ضخمة من القبور. هنا يوجد الأموات، لا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. اليوم جينا إلى هذا المكان لنتذكر الموت. هذا مصير كل إنسان في هذا في هذه الأرض. لا يظن الإنسان بأنه سوف يعيش للأبد، فمصيره هنا. مثل هؤلاء كان لديهم أهداف، لديهم كثير كثير من الطموح، ومن القصور ومن الجبال، لكن شاءت الأقدار بأن ربنا سبحانه وتعالى أخذ أرواحهم وماتوا هنا. طبعا يوجد بين هذه القبور والدي، قبر والدي. أنا أنصح أي واحد في هذه الدنيا ألا يحسب حساب الدنيا بأنه سيخلد، بل يحسب حساب الآخرة. عش ما بدالك في هذه الدنيا، لكن مصيرك مثل هؤلاء القبور. فأنصح نصيحة بأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا، عش في هذه الدنيا وكأنك تعيش أبدا، وعش لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني ممكن بأي لحظة ربنا سبحانه وتعالى يأخذ وداعة الإنسان ولا يكمل مسيرة حياته. فلا تزني ولا تنهب ولا تسرق ولا تأكل أموال الربا ولا تأكل أموال أخواتك ولا أموال أصدقائك. ثق تماما، عندما يضعوك في هذه الحفرة سوف تحاسب، سوف تحاسب حسابا عسيرا على ما فعلت. الذي لا يصلي فليصلي. ربنا سبحانه وتعالى إذا أنت لا تصلي وبدأت من الآن تصلي، فما قبل فهو يعني مثل الديليت، يعني انتهى خلاص. ربنا ما يحاسبك ما بعد، المهم أنك تصلي إذا كنت لا تصلي. فإذا كنت تأكل الربا، عليك بأن تترك أموال الربا وتسحب أموالك وتشتغل فيهم بالحلال. صلوا وصوموا وزكوا واعبدوا ربكم. نحن وصلنا إلى المكان، هذا هو قبر والدي. الوضع خطير جدا جدا جدا. أول شيء نقرأ الفاتحة عن جميع أرواح المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا إخوان، كل واحد هنا في هذا المكان لديه كان طموح، لكن ربنا سبحانه وتعالى أخذ وداعته، وهو الآن يتمنى أن يذهب يخرج من هذا القبر ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو يزكي أو يتصدق أو يصلي ركعتين. نحن الآن أحياء في هذه الدنيا، نستطيع عمل الكثير والكثير، نستطيع عمل الحسنات، نستطيع أن نتجنب الكثير. ولو فعلنا سيئات هناك ما يجوب، هناك أفعال تستطيع أن تفعلها وتجوب ما قبلها. فربنا سبحانه وتعالى يسر أموركم ويسر حالكم يا رب، يا رب الطف في هؤلاء، ندعو لهم. اللهم ارزقهم الجنة، اللهم ارزقهم الجنة، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وتجاوز عما فعلوا في هذه الدنيا. هم الآن في كنفك، هم في رحمتك، ليس لهم يعني ملاذ سواك يا رب العالمين. إنهم في دار القبور، غادروا الدور وتركوا القصور وتركوا الفلل، وهم الآن في
كنفك يا رب العالمين، الطف بهم. اشكركم على حسن سماعكم معكم هابي الدولي وعلى بصقر، دمتم في رعاية الله.